وضن كان جهاد كيس وحا كوكها علم الربانيين أهل الصوفية ذا وحنقنا هاي محل لها علم الشيخ سيد عبد الله حسن شيخ حسن برسنة يوم لما كونفر يوم وقوي علم ذي جهاد كوذي قال هذا لدى قال لما يسي وحي هايين علم أهل التصوف أو أهل الطريقة أو ربانيين ذا مرك ولا ليال وحاك الأسوق باغينا خوارتان بنايستي ديك إسلامك أو وحول محل لها بنايستي إن لو استاغو أو ودن كان لو قرقر خوارت قف إذا في سمالها وان أقنا هاي قف والبا مسلم دلوغ حكومية هاي مرك ولا لي أنتي أنا وفضلنا أو عبسنين أو دلي أعان لمن لهين أنا وشرف كنول أو قيمة كنول أو جهادين سدي علم ذاني هو العمل إن محل الله تاسو أسكر وسكو باغينا بارك الله فيكم الحمد لله ثم الحمد لله وشرف كل شرف وحائه حفلتان أوكلة حفلتان وحاوي حفلتها كدع الدونك أم عالمك حفلتها وقيمة بذن واي وحلوك الموح وخير بذن وحاكمته نبي جينا صلى الله عليه وسلم محبذيس شمائل كيس صفات كيس إلا سغشي كي إلهي نوافجي الحمد لله ثم الحمد لله ولا ليال كلهم كان أمان تسوق النين أو احتفاق النبي صلى الله عليه وسلم إما حبيبي سنة عن سغشيكينا إيا النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصات كيسة معجزات كيسة شمائل كيسة سنة عن سغشيكينا أنا قا كشر فوين النبي صلى الله عليه وسلم ولقي اسم الدنبابين أصوصاس الدنبقي سك هرأيكي دنبان إلهي الله في جل وعلا إلهي وحليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرق قرمضان إلا سمي ذاتك كو مقام سر هجاري أما خيرك هلاي أنا جا كوكة وحوي ولا للنبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله واي أنت إلهي أبوري كان هو خير بدن واي محل الله إمام المرسلين واي النبي صلى الله عليه وسلم وحاشرف نوعه إن أن أمدي سنهاي إن إلهي ونقد لقي أمة المحمدية أي أشرفنا وغفرنا إمام البسيني وحيري بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا لي النبي أنا أكو شرفوني أنا أكو قيموني وحاوي إلهي محبة النبي يدين النبي إلهي نقصه جل وعلا ولا ليال وحالوبة هي ذاتك محبين ته إن محبة النبي أن محال الله كد ذالنا وحول بها داذا أقوان وآذا برن مقيمين كرتت ويهد عنق ير أما قفر البادية بغل دولار إيو كنشل هدي لو ديب اسو قيمة يويهين لكن أنا قيمة يكليهم وكلا فهمينا قفك وحارها مركو النبي كيس برت صفات كيس جهاد كيس لغن كيس وناكسنا دبع عذيه مركو أبرت أيا وحو هلك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أمان جل وعلا أسيقا يا أماني أصحابي يا أمانتي سلف الصالح تابع التابعين إلى يومنا هذا والأماني نبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحكو أماني وإنك لعلى خلق عظيم إلهي جل وعلا وحيري ورفعنا لك ذكرك ذكرك أيان قرية لي محمد نبي صلى الله عليه وسلم أصو محال الله حصان ثابت أصو آيدا محال الله ذكرك إلهي قرية لي أصو قادنا يديل وحيري وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلوا على الحبيب وحير النبي صلى الله إله جل وعلا بقع عيسى وحو أدمي مقع النبي صلى الله عليه وسلم مروى البو إلهي مقع عيسى لشيغة وحال شيغة نبي مقع حبيبك صلى الله عليه وسلم مروى البو قفك مؤذن كآذامي وأشهد أن لا إله إلا الله ودام حاكو حيغة أشهد أن محمدا رسول الله توحيد قفك توحيد سنة دينت محالو صغلا قفك دونها لا إله إلا الله وكله بخلق على دينت وحاوي شهادتين وين نبي مقعيس مروى البو إله إلا شيخ مقعيس وحاكو حيغة مقع النبي صلى الله عليه وسلم حسان وحيري مقع النبي بوحالك كان مقع إلهي فذو العرش رب العرش
أو إلهي محمود ومجي عيسى وهذا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما نبي صلى الله عليه وسلم نمجي عيسى محمد واي ذو العرش أنا محمود واي مركب محمد وحي كتمت محمود نبي صلى الله عليه وسلم أصحاب سوج علاين أي أقيمين عين أبي بكر أو عشرة المبشرين بالجنة كم يدها أمد الإسلام كان أخير بدن كم يدها هدي أن تصال أسوأ قادنا أبي بكر ما أنت نبي قاسي يقول لبنائين أو اللي هجروناي أو محلها يهراتي أون لبات بدن أي هيسة أي وحال سيئي كسيرو برحه أو بيئة أبي بكر نبي بيئة لوكيلي أبي بكر هرات بدن الدريمو يا نبي قاسي عمل وي أبي بكر إثارو سمي بيه وحوسي أما برحي نبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو ورامي أبي بكر وحيري فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتوي نبي صلى الله عليه وسلم بيه عبي هدي نبي بؤو عبي أوكنادي أنين وادرقيوري واب بيه أونكي وايقوي باهيض هذا وحي أهيد باهيض النبي صلى الله عليه وسلم جعلك وضوحوها جعلك النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ملك ما أنت أبي سو إسلام سو إسلامي أبي سو صوادي سو شهادة النبي جهرتي سو غشاج مركو كاني أو أبو قحافة محل الله شهادة وقاتي أو النبي يقول لقني أبي بكر هو يالله ما أنت أسمعين فرحة يهيد أبي سو إسلامي مكان لفرتي خيرات بدنا فحات بدنا أجر حل مرقب معها أبي بكر هو أي وحال ويدي أبي بكر محاكاة أي ما أنت وحاوي أبا هذا محل الله سوى إسلامي فرحد واي مسلمين تيا قول استي محل الله فرحتك لواي خير يضخ قدام أبا شارع سنوين محاكا أوهي أبي بكر وحيري ماشي أبا وقصة إسلامي وحان جعل نبي أذيرك سوى أبي طالب إنه سوى إسلام صوبته نبي أبي طالب إسلامي ديس أيو كغفر حد بذيهي أبا إسلامي تانك إسلام إنه سوى إسلام مارك فيري وحوالب جعلك النبي أي كور مرينايين ولا ليال أصحاب ذا ورانك النبي لوسو ذا أي يسد نقايين وحوال بوت لباته أي النبي كحكسين أي أنت نولايين حتى الدنيا سكتافة آخر أي جعلايين مولي النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي قيمت وحير يا رسول الله وحان صاح سوستا أدنى بني آدناتها إنك ميت وإنهم ميتون أبنوا لمن دونا أنا جونا لمن دونا وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل نبي وعد لمن دونا أبنوا لمن دونا أنا جونا أنوا لمن دونا وحن صح سوستي الدنيا أنت عن جوج مر الب عشق جاك إهلوا عند رم وقوس أردا وقو أركا وقوس سلامة وجه جاك نور كيس يو خيرات كذا هلا لكن آخر يا رسول الله هدي بله جنن قلي إسكو درجة منهن أبن درجوين كسرات هاي أن هذه إلهي جني سوى قريب أن تنكو أركا آخرة نبي وقع موسى إلهي وكسوى الدجي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قفوا البو إلهي أطيعه رسول كيس أطيعه وقمة الصفات قدر صوشيكي وحاوي النبي أي معي سهانايا صحابيكي أيدي اللوغو بشاري وحيري أيضا يا رسول الله يقولني تهي نبي وحيري قف والب ومدة إذا كمدة أو صفات كان لجهلة أيضا ومرن وقصفوا إلهي أنا قدر الصفات كاس إلهي يكون نبي جعلها نقدها إلهي محبة الله ومحبة رسول الله نسي ولا ليال محبة إلهي هي محبة الرسول وحال وقارة وعبادة هي صان يا الوقار عبادة أصحاب سيقول فضل بناين عبادة كلية ماهين محبة ذاك رفض بدن ديسي وحان أقنهي أبي لهب أو إلهي يويري تبت يد أبي لهب وتب القرآن كله شيء أهل النار أي وحال شيء مالين والبو إسنين عذابك والغفوض ذا يصابتو مالنتي نبي قول ألناي أيو كفرحي أسوأ قال إسلام نموكو مفرحين محال لهي دينو مقرقارين حلقي رسالة كدب معها نبي قهبينك قول ألناي أيو كفر حي الضميدين أوحري إمامك وينا معيري إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما
يخفف عنه لسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان طول عمره مسرورا بأحمد ومات موحدا. اللهم صل وسلم عليه. صلوا على الحبيب ولا ليالنكي قالك أها أبي لهبها وأن دين تصور مينين فرحدي هل جير وكفر حدرادر ما لين والبو سنين أهدي عذابك الوغوف الضيناي قفك مؤمنك موحدك ومروا بنبي كفر عسن وحفلات كيسيهم حالا خيرات كيسميناي محادوم ليني مرك إلهي أنه أرزاق محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلهي محبري سنه أرزاق نبي اسكت لا في بني آدنك حيواناتك جعلها حيوانات أيا جعلها قيدها جعلها هدوع ويؤي مانجرين وحول بيء سمينجرين. إمام البصيري وحيري وصلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء ميل حيواناتك إيا محالها إيلذي إديرذي أي نبي كجعليهن أيا أنك وحان لينهي نبي محمد بني آدم لوأها نبي محمد بني آدم لوأها لكن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إله أسوى حيوناي ورفعنا لك ذكرك وإنك لعلى خلق عظيم خير خلق الله هوي بني آدم ولكن بني آدم أنا عمل معها نبي صلى الله عليه وسلم هرتي سوى حواركاي أيو قداشي سوى حواركاي هذه مقاركي قداشة أضوات تاغن قداشة ضع مكاركتا يا نبي صلى الله عليه وسلم هندي سهور داين لكن قلبي اسمه هور داينين أنا قلت قلبي أنا مسوجة هذا مركان هور داين نبي صلى الله عليه وسلم أنا قوة كلمة هين شعب دقاء شاويس القادري وحيري محال الله النبي أنا عمل وأنا عمل ولي قيدا يسوى صعتي وحيري النبي صلى الله عليه وسلم هذه عمل ماها وحاوي نبي سيد وجه جركو ويهي أيو نبي بني آدم ويهي وحاوي مركة نبي صلى الله عليه وسلم وحال ربا ولا إنان قيمين أي قيمين هو بشر من البشر ولكن ليس كالبشر ولا تجعل له مثل وليس الظهر كالبصر هو بشر من البشر ولكن ليس كالبشر مرك النبي صلى الله عليه وسلم بشر ما هي بشر هو لكن بشر انا عمل ما هي ولا تجعل له مثل نبي مثل انا عمل وهدين وليس الظهر كالبصري مرك دبرك ايه انده اسكو من ماها هندها نوقي من بدن هدي هدو حلو سو تور اما دب او كاور اماد انت او دغاي هندها ميا كوم هندها قبسلا واسوريجنا مرك ميلها او قيمه بدن وحاوي وي النبي صلى الله عليه وسلم نبي بشر هو اها لكن انا عمل ما هي مرك ورايال الهي انو ارزاق محبه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابتي سي وجعلاين امتي سي وجع محالاي دتي وانا سي وجعلاين هدان غاري وين وحارب ان اسكو دين تشبهوا بالرجال فان التشبه فلاح دتك ان لسو كيسي دتكي وناكسنا محالها انا فيري الهي دكو داريي قف ولا بحت انا رغميدا هدي ابي اسلامان هويني اسلامان قبيلك اسلامان مكو فرحان واك علونا هي النبي مكي الأمانة ما حاوق عروني قبيلك قبيل ما نواجع شيء والدها إلا ما نواجع شيء أذي أو مسكينة حقيرة إلا ما نواجع شيء النبي صلى الله عليه وسلم مكي الأمانة ما حاوق ديري ولا له وايو حلسوي وحارب قف والب مكي النبي الأمانة إنه كفرها وايو نفتين وحارب إنك جعل النبي ما هو لا يؤمن أحدكم حتى نبي محيري قف إلهي مره ميناي إله يرجع لنا وولده ووالده والناس أجمعين إله نوح عليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نفتين وحانوغ أوليسن نبي قال محمد صلى الله عليه وسلم ولا للمركو حاربا محبة ذاس إن لغد ذال قف والب أصحاب ذا مركي لويدي يا رسول الله وعبادي سنوينا قف والب محال الله قف كان أهل الجنية هاي iyo ahlu naari hay inuu fiican yahay inuu xun yahay maxaalu kala garna markay dhahayn nabiga wuxuu yiri fa kullun muyassarun lima khuliq qof walba wixii loo abuura loo fududeyna ilaahay maxabbada nabiga noo fududey ilaahay maxabbada nabiga noo fududey ilaahay jacaylka nabiga noo arsaaqo walaalayaal nabiga jacaylnaa kaliye in afka aan ka sheegno marba waxaan rabaa jacaylka nabiga waxa koobka ah itbaaca sunnadiis inaan sunnadiis raacno
aan noolayn suu nabigu u lebesan jiray suu u dhaqmi jiray suu dadku ula tacaamuli jiray inaan samaynaa la rabaa waxaa waay ilaahay jalla wacalaa ay yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbikum allah shaciirkiina wuxuu yidhi tacsil ilaaha waanta taddacii xubahu هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه قفل بقفك وجعلها يقود إذا وحارب المهن إن أن قطر بيينو محبة النبي صلى الله عليه وسلم المهن هاد ميشاي كبرنا عيان هادي اسبوع والبحفلة النبي عن نقل لهين محبة النبي عن كشي كين لهين أو قرامدين إيا ميلها محافل نبي لو كشي كين لها المهن ودن وحي جعلان لها النبي عملين نقضان laakiin hadda waxaa laga sheekeyaa ciyaartoy gaala wax jinni cunug walba maxaa lahay sida loogu sheekeynayay ma takarrara taqarrala wax walba lagu celceliyo qalbigay ku sugnaadaan haddii sanad ma ahe isbuuclo aan u dhigna xafladan waxaa xaqiiq ah oo hubaale in ilmaheena Soomaaliyeed ee dhan oo dhan ay jeclaanayaan dhaqankii nabiga iswadii nabiga ku dayshidii nabiga ay marna ay u istaagayaan ayaa shak bilaa shak ah marka walaalayaal ilmaha yaryar dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa muhiim ah in nabigeena aan ku dayn laqad kaana lakum fii rasuulillaahi iswatun xasana dayshi wanaagsan nabiga noogu sugan wax lagu dayda ugu qiimo badan nabigeen waay qof kale oo ka fiican maan helaynaa adduunka ma ku nool yahay ma jira marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda islaamka in nabigooda ay jeclaadaan nabigeen inaan jeclaan jacaylka nabiga aan jeclaanayna khidmada nabiga aan u khidmaynayna na waxaa way waxaa la foolka dhagoy faytaa ka jarta nin walba foolki wajiga sadu dhaqda asaa ku sharfo way mooho nabiga wuxuu kaaga baahan yahay malaha nabiga waxaa way jannatu adn ayuu ku jiraa dambi malaha laakiin wax walba aan u sameeyna anaga ayaa sameysanay laakiin nabiga ayaan saas u sameeyna saan hadaan sameeyo way nabiga wax ka hara abadan marka walaalyaal nabigaas qiimaha badan ilaahagii ummadiis naga dhigay alxamdulillah thumma alxamdulillah aan ugu shukran ilaahay ilaahagii islaam naga dhigay ummatul muxamadiya naga dhigay ummadii nabi maxamed naga dhigay oo soomaali ahlu sunna ahlu shaafici naga dhigay ilaah aan ugu shukrina waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa in lagu dadaalo maxabada nabiga sallallahu calayhi wasalam in midnimada la ilaaliyo in islaamka loo nusreeyo inaan isu gargaarna waxaa kaloo aan ognahay walaalayaal waddankeen hadda duruuf gooni ah haysata duruufahaas waxaa ka mid ah col iyo abaar qof walbo soomaali oo muslim ah waxaa og tihiin walaalkaaga oo daraska oo gaajaysan ayaa waxaa laga yaabaa adina raashinkii maxaa lahay quraacdii qadadii cashadii in meelaha lagu tuuro walaalayaal aan isu naxariisan aan isu gargaarna maxaa lahay maxabada nabiga sallallahu calayhi wasalam daraaddeeda dadka masaakiinta aan u kaalmayna tan kale